السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. نهار مبروك، جمعة مباركة، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا والرزق إن شاء الله. لقد عدنا والعود أحمد، ونتمنى أن العودة ديالنا تكون ميسورة إن شاء الله ويجيب الله التيسير. إخواني أخواتي اللي لايك الله يجازيكم بخير، اللي لايك اللي لايك ودعمونا. بالنسبة لدرنيير أمينيت ديالنا اليوم إن شاء الله غدا تكون هي لو نيميرو 7، هي الرقم 7. نتمنوا أنه يجي 3ème 4ème و 5ème بلاص، المهم نتمنوا يكون في لاريفي ديالنا إن شاء الله. بور لو شوفال أكومبانيون، بور لو شوفال أكومبانيون إن شاء الله كنتمنوا أن يكون ثلاثة، لو تروا لو نيميرو جي دي لو نيميرو 3. سمحوا لي رانا في الطريق وكنعطيكم هاد لا ديرنيير مينيت. كنتمنى ان يكون ان شاء الله هو لو نيميرو 3، وغادي نعاونوا بالنوتر التوكار، نتمنوا انه يكون في لاريفي وهو لو نيميرو 4، وهو لو نيميرو 4 نتمنوا انه يكون في لاريفي 4 5ème. تبارك الله عليكم خوتي، نهاركم مبروك والله يجيب تيسير، ونهار وجمعه مباركه والله يسخر. لي لايك لي لايك ميزامي لي لايك.